من الآثار المسيحية في المحافظة كنيستا أم الأحزان ومار يوسف اللتان تتوسطان قلب مدينة العمارة. وبنيت كنيسة أم الأحزان من قبل إحدى البعثات التبشيرية، ويرجع تاريخ بنائها إلى عام 1880 في محلة المحمودية، وتعد من أقدم الكنائس لطائفة المسيحيين الكلدان. وقد تم ترميم هذه الكنيسة في السنوات الأخيرة على نفقة الوقف المسيحي.